في عندي هون بدي اعمل بدي ارفع هذا عندي هون لودينج باي وعندي هون مسافة 20 متر في عنا أوبجكت هون وزنها 200 كيلو وبنرفع هذا الأوبجكت من هون لهون هذا بكون يا إما مثلا بيجيني وبدي أحمله أدخله أو أطلع من المصنع أو إشي زي هيك ففي عندي هاي المسافة بدي أحمل عليها بدي أنا لهذا الأوبجكت أحمله أرفعه الهدف إنه إحنا نختار محرك مناسب عندي هون جير بوكس رح استخدم جير بوكس ورح استخدم محرك وفي البدايه ما رح استخدم فيربل سبيد درايف رح يكون عندي هذا السيستم مباشره جاي 3 فيز سيستم اون اوف عندي كونتاكتر او رح اشغل من هون اسكر على ال 3 فيز موتور يشتغل ار جي يرفع السيستم هذا اللي موجود هون الهدف اني بدي اختار التورك اللي مطلوب من هذا المحرك حتى احقق المواصفات المطلوبه هون المواصفات المطلوبة هون بدي صاحب المصنع طالب يعني هاي اسمها user requirements دكتور نعم في counter balance ولا لا ما في counter balance هون انا مش حاطط لانه طبيعة هدول الاشياء التطبيقات هاي اللي بتشوفها هون احتمال ما تشوف counter balance فيها لانها مش مغلقة وما بدي احط بعدين مشكلة ال counter balance انه انا ما عندي dead load اوكي فيش dead load عادة ال counter balance بستعمله حتى الغي dead load عارف الفرق بين dead load و live load عارف لو عندي شحن عمال بوصل البضاعة كل يوم والشحن هذا وزنه هو نفسه 20 طن كل مرة بيحمل 10 طن ايش الديد لود؟ ال 20 طن هدول ديد لود فأنا مضطر اني اضل اقولهم كل مرة والعشرة هم لايف لود انا هون كله عندي ديد لود اوكي؟ اذا ما راح اعمل كاونتر ويتنج هون يعني كأنه بقول انه ام 2 هون صفر هلا تذكروا في كلمة راح تضلها تتكرر معنا كثير خصوصا في الام اس دي مش هون اللي هي اليوزر ريكويرمنتس اليوزر بده يحدد ريكويرمنتس تبعته انت المفروض تبدا من البداية تبدا تشتغل على اليوزر ريكويرمنتس اليوزر حدد لي انه هاي 20 متر وحدد لي انه الزمن تي يعني هاي سميها كابيتال دي انا حطيتها كابيتال دي انها كونستنت ما حطيتها سمول دي وتي الزمن اللي باخده حتى انتقل من هون لهون حدده ب 40 سكندز هاي الريكوايرمنت فالريكوايرمنت عندي انه بدي ينتقل من هاي النقطة لهاي النقطة ب 40 سكند وبدي ارتفاع الهاي وارتفاعها هو اصلا 20 متر فبدنا نحدد الاشياء المختلفة ما في ليميتيشن هلا على التوب سبيد في البداية نو ليميتيشن اون توب هلا لاحظوا في شغله مهمه لازم نعرفها هلا قبل ما نكمل اطلعوا هون ايش اليوزر اللي اعطاني اياه اعطى ما اعطاني الاكسلريشن مزبوط بس انا بدي الاكسلريشن عشان وين احطها بقدر اطلع الاكسلريشن من هذول بدي افترض هلا فرض معين رح نفترضه الان رح افترض لانه هذه جودز ومش بيبل رح افترض انه جي ممكن يكون انفينيتي اوكي ايش جي جي يعني لاني انا عمالي بنقول هون جودز مش ناس ما في مشكله انه يكون الجيرك فالجيرك يعني راح يكون في ديسكونتيويتي في الاكسلريشن فالسبيد تورك سبيد تايم بروفايل الجسم هلا الجسم هذا ممكن يطلع يتسارع لسرعه معينه يضل ماشي على كونستنت سبيد بعدين ينزل لسرعه ينزل من السرعه هاي لزيرو أو ممكن يضل يتسارع لعند نقطة معينة وبعدين يرد يتباطى عند نقطة ثانية، مين أسرع راح يكون؟ يعني أنا ممكن أعمل إشي زي هيك أو ممكن أعمل إذا كان نفس الأكسلريشن أثبت على سرعة معينة وبعدين أنزل، هدول تو أوبشنز متوفرين عندي مين الأسرع؟ الترينجلر أسرع بس هل ممكن تراينجلر حسب السرعه اللي بسمح لي اياها المحرك اذا ما كان في ليميتيشن على التوب سبيد اذا بختار التراينجلر اوكي اذا التراينجلر راح يعطيني يعني هذا الجسم هلا راح تلاقيه يضل يتسارع يتسارع يتسارع
وفي نص المسافة بالضبط ونص الزمن بالضبط رح يبدأ يتباطأ. هذا رح يعطيني ايه اللي هي السلوب، مظبوط؟ مش السلوب تبع هذه هون في as a function of time وهذه t من هون. طيب الاريا تحت هذا الكيرف شو هي؟ شو الاريا تحت هذا الكيرف؟ يعني التوتال ديسبيسمنت. اذا لو جيت عملت انتجريشن لهاي كلها، لو طلعت هذه الاريا من هون، هاي شو المفروض انها تكون مساويه لدي، مظبوط؟ هل وحدتها صحيحه؟ ايش وحده الواي اكسس؟ متر بير سكند. ايش وحده الاكس اكسس؟ لما بضرب متر بير سكند في سكند شو بعطيني؟ اوكي ماشي مظبوط. اذا وحدتها صحيحه، اذا التكامل او المساحه هاي اللي هي دي مفروض انها تساوي 20 متر اللي انتقلناهم هون. هلا اليوزر ريكومنت كمان معطيني شيء ثاني اللي هو 40 سكند. اذا هاي واضح انها هذه تي تساوي 40 سكند، هاي محدده. التوب سبيد ما في ريستريكشن على التوب سبيد، مسموح لي اني ازيد التوب سبيد لحد ما احقق ترانزولر. لو كان في ريستريكشن على التوب سبيد شو بدي اضطر اعمل؟ بدي اضطر احط ريستريكشن وراح يزيد الزمن معي، لانه القطعه هاي اللي راحت المثلث بدي اضطر اجيبها بزمن اكثر. اذا هلا احنا مفروض نقدر انه نطلع الهاي. في عندي متغيرين الان، او في تو فاكتورز معروفين، معروف الاريا تبعت المثلث هذا ومعروفه قاعدته. المفروض اني اقدر اطلع ارتفاعه، مش هيك؟ ايش مساحه المثلث؟ نص القاعده في الارتفاع. اذا دي بدها تساوي نص القاعده، ايش هي؟ كابيتال تي. شو الارتفاع؟ راح نسميه في ماكس. اوكي مظبوط. اذا صارت عندي هذه هون في ماكس، اذا دي محلها راح احط 20 بتساوي نص، تي بدي احط محلها 40، وفي ماكس صفت هي المجهول الوحيد. 2 في 20 40، 40 على 40 بتطلع في ماكس تساوي 1 متر بير سكند. اذا انا هون عندي هاي بتساوي 1 متر بير سكند، وهاي سرعه مقبوله معقوله. يعني منطقي، لانه بدك تتذكر انه هاي منطقه مكشوفه مش مغطيه، ما بدي انتقل على سرعات كثيره. واحد يكون مثلا ماشي تحته شيء زي هيك، فمن ناحيه سيفتي 1 متر بير سكند مقبوله. اذا صارت عندي 1 متر بير سكند معروفه، بس انا ايش بدي اطلع كمان؟ بدي اطلع الاكسلريشن. من وين بجيب الاكسلريشن؟ السلو. قديش ارتفاع هذا؟ واحد. قديش العرض هذا اللي هون؟ 20. كله 40 نصه 20. اذا صارت عندي A ماكس اللي هي نفسها A ريتد بالحاله هاي، راح تكون 1 على 20 وبتساوي 0.05 متر بير سكند سكوير. اذا هاي كمان يوزر ريكوايرمنت، استخرجتها من اليوزر ريكوايرمنت التنتين. خلينا نحطها هون نكتبها عشان نستعملها بعدين. فـ A ماكس بتساوي 0.05 متر بير سكند سكوير، في ماكس بتساوي 1 متر بير سكند. هذول مهمين راح نحطهم، راح نستعملهم بعدين. اوكي، واحنا نقول من ديكتيشن اون توب سبيد، خلاص بقدر اشيل هذه من هون. هاي اليوزر ريكوايرمنتس استعملناها. اذا هاي كلها هلا المنطقه بقدر الغيها، كل هذه الماده هون بقدر اشيلها. ماشي؟